طيب دعمي حفظ الألقاب والمسميات. أسعد الله صباحك. نضمن سلامتهم. هذا المخيم الشرطي الصغير، وكان الهدف منه في البداية أولا تعليم أبنائنا الأمور بما يتعلق بكيفية استعمال الطريق وإعطاء محاضرات توعوية وإرشادية عن السلامة المرورية من جانب، ومن جانب آخر كيفية التعامل مع الأجسام المشبوهة وغيرها من الأمور التي تهمنا جميعا. بالإضافة أنه في هذا المخيم تجسدت الشراكة الحقيقية ما بين الشرطة وما بين جميع شركائنا من التربية والتعليم، وهي الشريك الأكبر لنا بالصحة، الدفاع المدني، التوجيه السياسي وغيرها من المجتمعات او وغيرها من الاجسام او الموجوده في المحافظه، بحيث تجسدت هذه الشراكه مع المجتمع المدني بكافه اطيافه. وكان الهدف منه ان يكون هناك كسر لهذه الهوة ما بين الطالب الصغير وما بين رجل الامن او رجل الشرطه، بالاضافه الى ان يكون هناك وقت للترفيه لهم وعمل ميداني والعاب جماعيه خاصه بهم، من اجل ان يكون فتره العطله هي فتره استغلال حقيقي لهم بحيث ان تعود لهم بالفائده والخير عليهم. احنا اليوم في اختتام مخيم الشرطه الصغير، وبنشكرهم على كل الجهود اللي قدموه لنا وعلى كل الثقافه اللي تعلمناها منهم وكل شيء تعلمناه منهم، ونشكر كل اللي اعطونا محاضرات عن جميع كيف نمثلها في المجتمع. بشرت وشكرا. احنا اليوم في اختتام الشرطة الصغير واستفدنا منه كيفية المشاهدة العسكرية وكيفية المرور وكيفية إيقاف السيارات ومخالفتها، واخذنا عديد من المحاضرات عن الاتصال والتواصل وعن دفاع المدنة. وشكرا.